شوف طبعا فرق بين الثرى والثريا، فرق بين الناس دعاياتها ومقابرها صارت من عليها ملايين الدولارات وشاب اطفال بالشوارع، فرق عن انسان بسيط جدا حتى قبره لحقوا عليه مدفون بمكان بسيط، بنايه بسيطه تشينكو سقفها، والعالم تجي تقصده من كل مكان بالعراق، حتى من خارج العراق. عندنا هنا دكتوره جايه متعنيه لهذا المكان. الحمد لله على نعمة الحق. عمر الباطل باطل، مستحيل يتزين ولا يتجمل ولا يصير حق ومهما صرف لأجله. آخر شيء لاحقيهم على الصورة لازم يشيلون الصورة من الشارع، مع الأسف الصورة هيك رعبتهم هيك مخوفتهم، صورة ومنشور بالفيسبوك يهز كيانهم كله. أي با هاك شوف تفضل، حتى ضيافتهم هنا بالقبر ما شاء الله لحم قوزي خير من الله. عيوني أبو فاطمة على الدهامات جاي يشوف هاي النعمة ولا وجعل أفئدة من الناس تهوي. أي بالله انا يمكن قبل شوي سولفت لك ما اجل المقبره، من حد زياره قبر امير اروح انا امر على فارس، اروح انا على عمر، اروح انا على ثقبل الله. مارح اليوم ما لقيت ناس موجودين وتخطر فاتحه وتفسد ما ادري هم لا يعرفون ولا يجون كذلك بس شلون نشوفنا. شوف انت تحكي باع شوف ولف ربع كانهم طيور ذهب. من الاخيره من اي بالله من اللي قاعد لهم شنو باجره لكن والعالم وفد يدخل وفد يطلع وما له. هذول احباب الله شهداءنا شهداء تشرين هم احباب الله الحمد لله. السلام عليكم. هذه مشكلة.